قلعة الكهف تقع في محافظة طرطوس، وهي من القلاع الأثرية المهمة، وتبعد عن القدموس نحو 20 كيلومتراً، كما تبعد عن قرية الشيخ بدر مسافة 15 كيلومتراً من الجهة الشمالية. وتتربع القلعة على هضبة صخرية مطلة على واد سحيق تحيط به الجبال، فتغدو شبيهة بالحصن الطبيعي. ويلاحظ زوار القلعة مباشرة أنه تم اختيار موقعها بعناية فائقة لكونه من المواقع المحصنة طبيعياً والأكثر وعورة، والذي يساعد في صد هجوم الغزاة. وتزداد أهمية موقعها إضافة لكونه من المواقع الحصينة بأنه يمنح القلعة ميزة السيطرة على بقية القلاع المجاورة لوقوعها على تلة مرتفعة وفي منطقة متوسطة وعلى أبعاد متساوية تقريباً أو متناظرة، وكانت ترتبط معها بواسطة الشهب النارية. تعد قلعة الكهف من القلاع النادرة التي بنيت ونحتت في الصخر، ولذلك سميت قلعة الكهف. ومن الآثار الباقية في القلعة جامع القلعة الذي يوجد على سطح القلعة قرب الساحة التدريبية من الجهة الشرقية، ولم يتبقى منه الكثير. فهناك قاعة مسقوفة بقناطر متهدمة، وهناك أيضاً الدرج الذي يتجه نزولاً باتجاه الساحة، وقد سدت اتجاهاته وتهدم معظمه. وتقول المصادر التاريخية إن هذا الدرج يقود إلى الكهف، وفيها آبار لتخزين المياه، كما كانت تصلها المياه بقناة فخارية من عين ماء تبعد عن القلعة مسافة 2 كيلومتراً. ويجهل الكثيرون أهمية قلعة الكهف، فهي عبارة عن كتلة صخرية مفرغة تماماً من الداخل، تحوي ثلاثة طوابق من الكهوف الحجرية اكتشف بداخلها بقايا معبدين يعتقد أنهما رومانيان، لكن النباتات والأحراش تغطيهما بشكل كبير جداً.